لأنك أنت الناس يكونوا ودودين ومتألفين وأمينين إلا إذا عالجت جذور المسألة دي في النفس البشرية، ودي ما تروح لها الطريقة النبوية كمنهاج في علم النفس لعلاج الانحرافات الداخلية. لأن لو ما تعالجت أحمد زي حاجة أحمد، أنا ما مرسل اليوم بوراء أراضي الخرطوم لأني ما مدير الأراضي في الخرطوم، لو مدير عايز يقسم لأصدقائي ولا دعمي وكده. عشان كده هم هسه بيبتدوا يقول لك والله العظيم كلنا واحد واحد عنده سرير سفري وقاعدين في مبدا. بعد شويه بتلقى لقيت في قطعه ارض ناصيه وبقى في بيت في الدرجه الاولى، بعدين بعناه وبعدين جبنا الاسمنت ودايرين منه الوفاء. طوال المساله بتبقى الفساد بيستمر. جبيل هو كان طهراني لانه بعيد، فانت داير زود قال راوضته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها هي ما شاء الله. داير عشان تصل المستوى ده زود يسهل في دي عايز تعالج داخلية. عشان كده نحن بنمشي من عالج من الداخل ونطرح الموضوع عشان تطبق الديمقراطية، تطبق الاشتراكية، وتطبق المساواة الاجتماعية. هل نحن حزب ديني ولا سياسي؟ نحن سياسة من الدين. الآفة بتاعت السياسة اليوم أنها سياسة من غير دين، دارينا سياسة تكون عندها أخلاق. ده الموضوع. هل الفريق بينه وبين جماعة الأخوان المسلمين فرق الليل للنهار؟ لأن الأخوان المسلمين بيقولوا دارين يطبقوا شرع الله، وإحنا نفتكر شرع الله ما اليوم الليلة، وهم ما بيقدروا يطبقوا عمليا. اتضح لكم أنه ما بيقدر يطبقوا شرع الله. ليه؟ أول حاجة لأنه الله قال بعود الإسلام للسنة. القضية دي بين بروبليها الأستاذ محمود مثلا، أنه لو أنت عندك طاقة بتاعك وماشي عندك طفل عمره 7 سنين دايت تخيط له، وما بتقول والله انا احسن نعمله كبير عشان هو ينمو جواها في السنين، بتخيطه على قدمه. بعدين هو لما يكبر يبقى 8 9 10 بيبقى ضيق عليه بتبزق. فانت لما يبقى عمره 21 سنه ما دايت تخليه عيال، وما دايت تكسر الجسم ده عشان تربزه العراق بتاع 7 سنين، فبترجع للطاقه بتفصل له على قدره. هي ما بتطبق لأن الجسم مرق منها، ما في طريقة ترجعه اليوم. حتى هو لما بدوا يحاربوا الجنوبيين قالوا القردة معانا وبيتفجر لنا الغام والمطر يسقي جنودنا وأنه تروح منهم في هذا المست. لما جينا في الجد قالوا لنا فطايس في فطيسة بيجيب هذا المست. طيب ليه بيجي نائب رئيس الجمهورية اللي هو سلفكير في القصر الجمهوري نائب رئيس الجمهورية الإسلامية، حروب الإسلامية يكون هو قتل أو يعطي الجزية على يده هو صادر أو يسلم. الثلاثة يا سلفكير ما حصلت له، بقى نائب رئيس الجمهورية الإسلامية. تضح أنه ما ده كلام فارغ بتعتنق بالطبيق شريعة، ما ممكن. لأنه إذا كان الله معاهم كيف ينتصروا علينا السلفكير؟ أما قال انتصروا الله ينصركم. فهي مش لأنه إحنا من جنبي فينا نقول والله ما ممكن، بس أساساً لأنه طبق عملياً ما غير ممكن. وأساساً لما واجهت الناس في داعش والقاعدة وبوكو حرام وحركة الشباب طب مطرفين، لذلك ما مطرفين، دي الشريعة دارين تطبقوا، لما تطروا. نحن فريقنا منه لأنه إحنا بنبعث الإسلام في أصوله اللي بيعود بها كدين سلام ودين مساواة وبحقق الرفاهية على هذه الأرض وبعيد لها السلام المطلوب. بيقدم الدين دين سلام. الأرض دي ما ناقصة حرب، فيها من فنون الحرب وأسلحة الدمار ما يخليها غير قابلة للسكن خالص، ناقصة معرفة بالسلام وأساليبه. ده المطلوب. الإسلام لو قدم في المستوى ده هو المستوى اللي بيجيب الحل. ده المستوى من يدين بيقوم على إقناع العقل. أتكلم كده ما أقنعناك، ما بنقول أنت ما بتفهم، نقول نحن ما بنفهم ونمشي بيتنا، نحسن أدواتنا لما نجيب بكرة. نشرب مويه نشرب مويه انا صيف، لا بقول كسرونه بقول كافر، انا بديك اي صفه. لكن هنا طوالي هذا زنديق ومنتش كده، لازم يديك الياض عشان طوالي يجي الكتل. نحن اي زول بيتابعنا بيعرف انه نحن في الشرق وهم في الغرب، ما في شبه بيناتنا بيننا. تفضل. والحاجه السلام عليكم يا جماعه. هي الواحد بيعتذر للتأخير غير مقصود، وأعتقد إنه بداية المحاضرة دي لا تكن بالنسبة لي أنا مهم جدا، وللأسف ما حدث تقبلها، وما حاول الدكتور الدالي
بعيدة لي. لكن في القعدة البسيطة دي فهمت يعني إن الموضوع بتاع داعش دي يعني حسب كلمات القالة على أساس إنه هم يطبقوا يعني في فكر أو في الشريعة. فإذا سمح أنا شوية في دقيقتين كده عشان بعد كلام السؤال بعد السؤال. أول حاجة داعش بتحارب في النصارى مثلا في العراق ولا في سوريا، بيحاربوا في النصارى، بيحاربوا في الشيعة مثلا لأنه كفر الشيعة برضو. الموضوع ده في الشريعة الإسلامية موجود، أنه إذا أنت القرآن قال لك المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقدموهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فيبقى في أمر بقتال المشركين، دي آية قرآنية قامت على الشريعة الإسلامية وقام على الجهاد الإسلامي. عشان كده طلعت الجيوش من المدينة وقصدت الناس في محلتهم. الكلام ده قالوا سيد قطب في معالم في الطريق. حركة الأخوان المسلمين بتنطلق من النصوص دي وبتنطلق من فهم سيد قطب لهذا الكلام. حركة القاعدة انطلقت من الأخوان المسلمين لأنه أيمن الظواهر أخو مسلم خلافهم على أخوان المسلمين أنه ما طبقوا معالم في الطريق ولا في ظلال القرآن. اليهود والنصارى بأمر القرآن تقاتلون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ده أمر بقتال اليهود والنصارى، ولذلك داعش لما تقاتل اليهود والنصارى ده جزء من تاريخ الإسلام وأمر به القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصروا مني أموالهم ودماءهم إلا بحق وعمرهم. في حديث النبي أمر بقتال المشركين. يبقى واضح أن العمل ده اللي بيقوم بداعش عمل شرعي، النصوص القرآن والشريعة بتوافق عليه. لما أنت تحارب الذين كفروا بتأثير منهم عبيد وإماء، ده موجود في الشريعة، موجود كسابقة في المجتمع المسلم، أنه العبد في العبد يملك نفر واحد أو قد يتشاركوا نفرين، لما تبيع نصك تعطيك نصك مفروض تشتري الباقي. كل يعني فيه فقه كثير وتفاصيل. أنك عندك إماء مملكة إيمان موجودة قرآن والسيرة قائمة عليها. فيبقى العمل ده اللي الناس بيستنكروا الليلة، ناس قبضوا بنات وما عارف شالون وتوزعون مجاهدين وباعون وكده، ده الشريعة الإسلامية. لو انت بقريتها في الغرب هنا وقال لك ده شنو، قول ده المتطرفين. لا، التطرف في الموضوع ده شنو؟ دي الشريعة، ما في اي تطرف، دي الشريعة وكل شيء. تقتل الأسرى موجودة عندهم نصوص وكل شيء. ما كان النبي ان يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، قتلوا. راجع بني غريزة حصل لهم ايه؟ بني غريزة سلموا ونزلوا من أبراجهم جلسوا في الأرض، قتلوا كل من بلغ الحج، حكم فيهم سعد بن معاذ وقتلوا ودفنوا في خنادق في المدينة. الذبحة والحريق، الحريق ده جايبينه من وين؟ قالوا أنه في الحروب الإسلامية في الأول استعملوا المنجنيق، المنجنيق ده حرق، وبعدين قالوا المنجنيق ده ذاته ما يفرز الرجل من المرأة من الطفل، ولذلك ذاته عندنا سابقا يعني. هنقدر تجدع المنجنيق هيقع، نجدع الروكت هيقع، قالوا كده مهم. هل الموضوع ده حصل في سابق؟ حصل في سابق. قطع الرأس الحسين بن علي، طبخه الحسين بن علي ده ود النبي ود فاطمة الزهراء، قطعوا رأسه في كربلاء، شالوه في الخرج، خرج تعرفوا في السودان، شالوه يعني في الركاب لحد دمشق. في خليفة اسمه خالد القسري والي لعهد هشام بن عبد الملك، واحد مخالف الرأي اسمه الجعد بن الدرهم، جمع الناس يوم العيد هو عمل الخطبة وقال للناس قوموا ضحوا ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن الدرهم، فنزل فذبحه. الكلام ده
الكلام ده تلقاه عند ابن تيمية، تلقاه عند العثيمين، تلقاه عند كل الفقهاء نصص للحادثة بتاع الجعل الدارم. أمشي جوجل بس أكتب الجعل ابن الدارم تلقى تفاصيل الأولى. أمشي جوجل أكتب بني غريزة تلقى التفاصيل. أمشي جوجل أكتب معركة نهر الدم. تعرف خالد بن الوليد في النهر ده قفل، قال أصبر أصبر أنا عايز الدم يجي، قال زبط يوم كامل الدم ما يرى. تفاصيل غريبة. قال يا أخي الدم ده بيتجمد، أفتح النهر حتى فتحه فطفى، قال 70,000 أسير قتل في عهد يا أبو بكر الصديق. لما نيجي زول يقول والله إذا تطرف ما شريعة ليس للإسلام في شيء، لما مواجهة للقصة دي. القصة دي نحن من واجهة بنقول أنه هذا العمل كل هذه التفاصيل دي كان لغة العصر في ذلك الزمن، اضطر لها الإسلام اضطرار، دي كانت اللغة السائدة، ليس هو الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة نمشي لأصول الفقه بالدعوة بالتي هي أحسن للإسماح للإقناع، ده الحل. لكن تبرشي تصايد بتقول أنه ده تطرق، أنت ما واجهت المسألة، لأنه هم عندهم نصوص وترجع للليتريتشر بتاعتهم بتلقى كل التفاصيل ليه بيعملوا في الشيء اللي بيعملوا فيه ده بنصوص من القرآن وبسوابق من التاريخ الإسلامي. ده الموضوع اللي يكون جزء منه تقريبا فات. تفضل استاذ جمال. الإسلام والمسلمين، هذه التعريفات الإسلام والمسلمين، نحن سنستخدم كلمة إسلام كثير. أنت في بداية حديثك ذكرت أن اليهود والمسيحيين وسيدنا إبراهيم عليه السلام والمؤمنين والفرق بيناتهم، ودلوقتي لو فهم المشركين زمان فهم المشركين دلوقتي. إذا صح فهمي لموضوعك، الإسلام هو الانقياد، تسلم على تنقاد. الشيء اللي احنا بنقوله في الناحية اللي فيه انغياض ظاهر وفيه انغياض ظاهر وباطن في موضوع الإسلام، يعني قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الحاصل أنه في مكة لأنه الدعوة بالإسماح في مكة، لو تلاحظوا في القرآن المكي ما في نفاق، ما في كلمة المنافقين، لأنه كانت الدعوة يا أنت مسلم ولا ما مسلم، ما في زول بيسألك. لما جاءت الهجرة للمدينة أمر بالجهاد، بيقوا في ناس منافقين، عشان كده آية النفاق جاءت في المدينة. المؤمن هو من صدق بالقلب، الإسلام عمل قول باللسان وعمل بالجوارح، الإيمان عمل يقول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالجنان. لما كانوا العرب ما مصدقين بالجنان قال لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبهم، ده مسلمين بالظاهر. لما جل الذين آمنوا قال لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يمكن أنت تجي لزور تقول اتق الله حق تقاته أنت مؤمن عشان تنزل للمستوى البيع والإيمان في الطلاب من قبل، فلم يبقى إلا أنه أنت بتطالب بدرجة أعلى. دي كان على النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مسلم ظاهرا وباطنا لأمر، حتى في التصوف يقول لك تكون كالميت بين يدي الغاسل يقلبك كيف يشاء. نموذج لها مثلا سيدنا إبراهيم، قال له طفلك ده وأمه قتلهم في واد غير جزار، قال نعم، حتى هاجر مسكته قالت له الله أمرك بذلك، قال لنا، قالت له إذا لم يضيعنا. جاءت الموية لإسماعيل لما كبر قال أصبحوا، جاب السكين جاب الفداء، بعد التجارب دي كلها قال ما يرغب عملت إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فعيسى مسلم وموسى مسلم وإبراهيم مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مسلم، نحن مؤمنين. الإيمان قال لنا يا أيها الإسلام، قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. امشي للدرجه دي، وده الحقيقه فرق النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الانبياء، انه هو فتح الطريق لامته لترتقي لاول مره في تاريخ البشريه من الايمان للاسلام. وده ميزه الاسلام على جميع الاديان الاخرى، انه الطريق مفتوح للكمال. ده اذا صح اني فهمت سؤال. لما نقول مسلمين دلوقتي
هسه ما هسه ما لما نقول مسلمين بنعني منه ايوه هسه اليوم انت عم تسال كويس اليوم جميل جدا اليوم ما في مسلمين ايوه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كتداعي الاكل على القصع قالوا من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم صور قال الله ما بالي تسلم غربتوا جابنا البشير جاتكم ما بالي الله ما لي لا يبالي الله بكم مهما نشتكي قال ما بالانجليزي يقول لك يا دوزين لا يبالي دي مش عباره مخيفه كثيرين كالغثاء غثاء السيل يعني ايه الزبد الفوق ده الوسم قال في الحديث مثقال ذره من لا اله الا الله اثقل من جبل احد مثقال ذره اثقل من جبل احد تفتكر لو حجر صغير كده طفح اذا مثقال ذره قدر جبل احد معناته مثقال ذره ما في دير المسلمين نفسه المسلمين وما تغرك الحركات والإحساسات اللي بتطلع وغد والإسلام هو الأكثر انتشارا في الأرض صفر زي الصفر زي الصفر زي الصفر زي الصفر صفر نحن ما ناقصنا عدد نحن ناقصنا كم اليوم أو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال تفرغت اليهود 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وتفرغ أمتي 73 فرقة كلها هالكة إلا واحد وقال لما قال الذين يحيون سنتي بعد انتسارية قال فئة قليلة مهتدية في فئة كبيرة ضالة وأسي أنت لو تلاحظ حالة المسلمين الليلة مليار ونص طوال بديك الإحصائيات والأكثر انتشارا 2 مليون في فلسطين بيهزمون باستمرار صح؟ نحن الأفقر ونحن الأمرض ونحن الأدى والتبترين ونحن الموقفين العالم ده كله على كرة واحدة الليلة الكلام على انه في مسلمين وفي مساجد كلام ما عنده قيمه خالص الائمه اليوم بس اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كلنا ما عندنا دين الصلب البروش الحج اسال اي واحد من هذول اشرح بيتر جنبك الحج هو موسم مؤتمر يتساوى فيه المسلمين ويلبسون لبسا موحدا يا اخي انت تتكلم من واحد في في اي بي حج وفي كده وناس بينزلوا فايف ستار القصه القديمه دي استهلاك ساكت ما في دين انت في هل انت في السيره قريت حاجة ابو بكر الصديق؟ لا حاج عمر؟ لكن امشي يا ست من السودان تمشي يا احمد بتلقى راي حاج احمد تمشي ابراهيم بتلقى حاج ابراهيم صح ولا ما صح؟ وجاها بعدين بيجيب معاك الهدايا الساعات الرولكس وشنو ما عارف وكده انا جبت خروف ولا خروفين انت بتطلع عليه الساعة الجميلة لو جبتها 10 جنيه بيقول بيسوي بها جنيه بيطلع عليه سبحة لو جيتك ساعة بتطلع طاقية صح ولا ما صح؟ رمضان هسه بيقى موسم أكل مجرد ما يقرب الجمردين ما وصل ولم تصل البضاعة وطلبت وزارة التجارة تطلع إعلان تخرج إعلانا تقول فيه بيقى موسم للأكل بيأكل فيه أكثر من الفطور صح ولا ما صح؟ ففي قشرة بتاع الدين وعمر الدين ما كان بيروح قشرة ولبة بتروح اللبة بتجي القشرة هسه في قشرة وناس بيطور دقونة ومقصرة على ريقة ويعمل لها سفنة وكذا لكن أخلاق ما فيش دين أزيل سوري بدويت عن أعناب أظن لا طوال طيب السلام عليكم أنا زنون المنصور جعفر بنتمي للفكر الجمهورية من ناحية عائلية وبنتمي لأفكار تانية من نواحي غير عائلية دائرة شرع المعنى بجيك في السؤال أو في التعليق أو في الأستاذ دالي يعني نشير لك بالدكتور شوية واحد من العلامات الجميلة في السودان مننا إحنا بنمشي سوار للجامعة عشان نتعلم من الحركة الفكرية الموجودة فيها والنقاش والأركان النقاش والتعليقات والتعقيبات وكذا كان الفكر الجمهوري بيتميز بلألأ لأنه بس لك شعاع من الجمال شعاع من السلام شعاع من البتاع لغاية فيما بعد اكتشفنا إنه دي الفكرة المثالية
لتجميل الفكرة الواقعية. وفي أي منظومة فكرية بتلقى فيه قال بيقول لك والله المذهب الاستاليني بطال لكن المذهب التروتوسكي كويس، المذهب بتاع الخلف الاثنين بطال لكن مذهب سيدنا علي كويس، والمسألة دي ماشي حتى في منظومات الرياضيات والفيزياء وكده. دخلنا في المشاكل بتاعت التطور الفكري، يعني في الأول دائما بيكون في غباش، في سحر، في خرافات، بعدين الناس ينتقلوا للمرحلة الثانية اللي هي التصوف، يصفوا المعاني معنى ورا معنى لغاية ما وصلوا لمرحلة بتاعت إنه يجدوا طريق مستقيم أو شريعة أو دين، سواء كان الدين الفرعوني أو الدين الإسلامي. وبعد فترة اكتشفوا إنه المنظومات الدينية دي غير مفيدة وبدأوا يكتشفوا في الطريق العقلاني اللي هو مش عبر التطورات، لغاية ما وصلوا لإنه العقل ذاته بيحتاج لثورات علمية ضد المنظومة اللي اسمها العقل. إذن البنيات الفكرية دي كلها بتحمل وجهين، سالب وموجب. السالب بيكون هو الواقعي والموجب بيكون هو المثالي. بيقدموه الأستاذ دالي والأستاذ محمود الفكرة في شكلها النظري، إن النظرية مختلفة عن التطبيق، يجيب لك فكرة ما تخرش المية متكاملة فيها أي معنى جميل، لكن في الواقع الفعلي فشلت في إنها تمنع أبو بكر الصديق من ذبح 70,000، وفي واقع الأصلي فشلت في إنها تمنع ذبح بني قريش. بعد ذاك نجي بعد 14 غار نقول لا، إنه والله الفكرة دي فيها منظومة جمالية نحن الوقت ذاك ما فهمناه، فإذا نحن فهمناه ممكن نحول إلى حاجة جميلة. ممكن دي واحدة من الأدوات الفلسفية اللي تفتح الباب للخرافات الحديثة، إنه والله أنا لو ما عملت كده كان ممكن يحصل كده، لو بتاعت الفلسفة اللي هي لا نهائية ما بتقودك لحاجة كونكريت، بتقودك لإطمئنان شخصي. لما تصلي بتصلي بسلام لكن على مستوى ذاتك. الظروف الاجتماعية اللي خلت بعض الناس قبل 14 غد يضحوا ويكسروا ويدمروا هي نفس الظروف السياسية الاقتصادية اللي خلت نفس الناس ديل يعني الشرق الأوسط ديل يمارسوا نفس التخريب تاني، لأنه في منظومتهم الفكرية اللي هي العقل اللي هي فيها مركزية وفيها خطية ما عندهم هدف وما عندهم وسيلة. أنا كنت أتمنى إنه الأستاذ دالي بدل ما يقدم فكرة جميلة ضد أفكار قبيحة إنه يقدم أسلوب تفكير جديد. أسلوب التفكير الجديد اللي هو مسمى الأخلاق والمسمى الدين وكذا ومحل للصراع، يعني ضغط، يعني فيه منظومات كثيرة. المسألة بتاعتي إنه أنا أطمئن للإسلام أو أطمئن لليهودية أو أطمئن للفكر العلمي، المسألة بتاعت اطمئنانات شخصية، لكن ده ما منهج علمي. ما ممكن أقول والله منهج علمي نازل عبر كتاب ديني جابه ملك نزل لزول في ليلة الغدر كتلة واحدة أو مفرق أو مقسم أو على حسب اللحظة. العلم حاجة أكبر من الاعتقادات الشخصية. ما ممكن أقول إذا ما التزمنا بكده في القوة العليا الموجودة في الكون ده عشان تنظر للناس في الشرق الأوسط ما حد يهتم بينا، لأنه مطالب بأنه حاجات كونكريت كده تتعلق بنظام التعليم شنو، نظام المستشفيات شنو، الحاجات الطالبوية قوم موسى وقاموا أدانهم إدانة شديدة جدا جدا إنهم ناس بتاع انكسر وملاحظة وإنه الحياة فيها قيم جميلة وقيم كبيرة وكده. فالحاجة دي هي اللي بتفصل الأفكار من الممارسة، هي اللي بتخلي الناس يقول لك والله يا أخي الفكر الجمهوري دي جميل، لكن لما انت قول لي تعال معنا هو بيعتبره انه من المثاليات اللي هو ما مستعد يعني ينخرط فيها لانه عنده اكل اولاده. او اذا قلت لي مثلا الفكر الماركسي اللينيني مثلا ممكن يقول لك والله يا اخي العداله الاجتماعيه دي حاجات كويس تعال معنا نقيف. الفشل بتاعنا في انه نعرض المساله من ناحيه اسلوب تفكير مش من ناحيه افكار. اي زول بيكون عنده افكار جميله وفي افكار قبيحه مخالطه وممارسات وناس فاسدين وبطالين. المهم عندنا إنه نعتني في مراحلنا الجاية بإنه نمرق من أسلوب التفكير اللينير الخطي المتمركز حول عنصر واحد سواء كان الله أو المجتمع أو الأخلاق أو الدين أو العلم، نخليه عبارة عن كورة زي البلازما
زي خلق الكون. لما انت حاول تخلق حاجة مختلفة عن النظام الكوني ده بتفشل. العلم ده مما اخترعوه أهلنا السودانيين القدماء الفراعنة، إنه يرصوا النقطة مع النقطة والطوبة مع الطوبة، يعملوا حيطة ويعملوا فكرة وحضارة وكده، كان فاشل. في لحظة بقول لك ان احنا المستوى الأعلى، نحن قمة الفكر ونحن قمة التطور وقمة الهناء. بعد مرحلة تاريخية بقول لك والله انهار جو الرومان كسروا. الرومان بيقول لك ان احنا الأساس والكيك وكده، بيجوا العرب بيكسروا. نفس المنظومة العربية اللي هي قالت امتلكت الحكمة وطلعت ابن سينا، جو بعد شوية ناس كده جايين من الخلب بتاع الصين انتهوا منه. فالمنظومات الفكرية عموما علتها موجودة في أسلوب تفكيره. إذا أنت حاصر نفسك في خط واحد وفي نقطة واحدة، هتنتهي لأزمة داخل الفكر الجمهوري تحصل بين فلان وبين فلان، وأزمة داخل الفكر الماركسي، وأزمة داخل الفكر القومي، وأزمة كل المنظومة بتاعت إنتاج الأزمات موجودة في نظام التفكير. علتنا ما في فكرة ذاتها، ممكن تحصل وتموت وتعيش وكذا، علتنا في أسلوب التفكير. إذا نحن بنفكر بلاين واحد، هننتهي للصدام، صدام داخلي وصدام خارجي مع فكرة أخرى. وإذا نحن بنفكر بشكل متنوع وتعددي، بيتجاوز عنصر المركز الواحد ده، يعني فكرتنا يكون فيها الرياضيات والفلسفة والفن والجمال وكده، بنقدر نتلاقح مع حاجات تانية. زي الفرق بين النظرية المكتوبة في كتاب والفيلم. الليج مليار. شكرا. شكرا. ما متأكد أنك أنت أن قصدك شنو هو أسلوب التفكير من التفكير، بس ممكن أنا أديك رد على ما فهمت منك وبرجع لك الفرصة إذا كان في فرصة تشرح أكثر بعض الحاجات. أول حاجة شكرا على الكلمات الطيبة، وأرجو أنه يكون عندنا في مستوى حصوننا كبيرة، يعني لأنه إحنا العمل اللي عملناه في السودان اللي أنت أسنيت عليه دعم الفكرة الجمهورية ما عمل، يعني أحمد، لأنه نحن يعني تربية الفكرة الجمهورية لأفراد بتتبني على أنه إذا شفت أنه نناقش ونحاول نبني على آخرين، لأنه نحن ديمقراطيين ومربيين على الناحية الديمقراطية أنه ما عنيفين، لأنه نفتكر عندنا حق في أن نعنف على الشخص الآخر. وزي ما قلت قبل شوي، إذا ما أقنعناك ما بنقول أنك ما تفهم، بنقول نحن منه فهم. واللي بتشوفه إذا شفت حاجات بوزيتيف فينا دي من الفكرة الجمهورية، وشفت نقدي ده حقنا من الموروث بتاعنا. قلت الفكرة المثالية بتكون جميلة لكن الواقع بيكون مغاير. للسبب ده، وده اللي احنا قبالي قلنا لك، انه الزول ممكن يدي خطبة دينية ناصعة جدا جدا، لكن انت فتش للممارسة. يعني احنا قبالي قلنا كلام زي قلنا انه الناس هسه دي لما يتكلموا يقولوا الدين الاسلامي ده دين محبة وسلام وإلى الاخر، وناس داعش دي المتطرفين وإلى الاخر. فقلنا انه انت بتحتاج يكون عندك فكرة محددة بتقصد شنو بالكلام اللي انت قلته ده، انه الاسلام دين محبة كيف؟ هل بتقاتل الناس ولا القتال ده وقف؟ اذا قلت دين مساواة هل بتستعبدني ولا الموضوع بتاع الاستعباد ده وقف؟ احنا دارين حاجات محددة عشان الزول اللي بيفكر يفكر به، مش يفكر يعني كأنه بيلقي الكلام على عواهمه، انما بحدد المسائل اللي تكون واضحة انه الكلام النظري اللي بيقوله ده زي الواقع. انت قلت انه مثلا فشلت في موقع منع بني قريظه من ان يقتلوا، ما فشلت لانها طبقت، هي الفكره كانت انه يقتلوا الكفار ونفذوها، فما كان في فشل، ما كان في فشل، كان في تحقيق للفكره زي ما صاحبها قال نخرج نقاتل الذين كفروا ونقاتل اليهود والنصارى، وقتلوا لانه نسخ المستوى ده كان اكبر من العصر. الناس عرض عليهم الإسلام. الأستاذ محمود بيضرب مثلا أنه إذا أنا داير منك مثلا قروش، قلت لي يا أخي أنا يعني مثلا أديني مثلا $20، أنا بديك لها في آخر الشهر، أديتك $20، الشيء الطبيعي أجيك في آخر الشهر زي ما قلت لي وأقول لك أديني $20. لو قلت لي ما عندي شهر ده تعال الشهر الجاي، بجيك الشهر الجاي. لحد الآن يقول لي ما قدرتها في الميزانية، خصص لك $20. جيتك في آخر الشهر الجاي قلت لك اديني $20، قلت لي ما عندي، ما تعمل لي لخمة يا أخي، أنا شفت منك كم، خلاص بجيب لك الشهر الجاي. جيتك الشهر الجاي ما لقيتك، كلمت لك صديقة قلت لي يا أخي زود شهر مني $20، وقال لي بجيبه، وكل ما أجي هنا بديني كمان وش، أنا بس داير منه حقي.
لو المرة الخامسة جيتك ومددني وجبت لك إعلام من المحكمة ما في زول في الجماعة دي بلومي، لأنه حقول لهم جيت وقال لي وقال لي وقال لي وجبت له صديق وشاهد عليه وقال 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 وفي النهاية اشتكيت. لكن لو من أول يوم قبل ما يجي آخر الشهر جبت لك الورقة وجيك تصدر في المحكمة تقول الزول ده يا جماعة لو قال لي اديني قروش كنت اديتها له. الإسلام نزل قال جاب رجل حتى هو في الأول قال لهم لو قلت لكم وقف قال لهم لو قلت لكم جاياكم الخير صدقوني، قال لهم صدقوا ما عهدنا عليك كذب، قال لهم أنا رسول الله إليكم قال كذاب. لما مشى وفد المشركين لهرقل، لما مشى وفد المسلمين مشى معه وفد المشركين لهرقل، هرقل سألهم قال لهم وأين نسبه منكم وأين كذا كذا، قال لهم هل عهدتم عليه كذب؟ أبو سفيان قال قربت أقول لك كذب، قال لكن ما قدرت لأنه أسمع كذب. فقال قال لي قال لي لا يكذب، قال لي ما كان ليدع الكذب على الناس ويدعي على الله. بعد كل كذب وأزو أزو أصحابه. هل الله ما عارف؟ الله عارف، لكن لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، لأنه لو قاتلوا من أول يوم قال كان يقولوا هذا الرجل الأمين لو قال لنا الإسلام كنا صدقناه، لكن انتظر عليهم 13 سنة يتضح أنه الكلام ده فوق مستوى الجماعة، الجماعة في مستوى الحرب نزل له للحرب وأعلن حرب ونفذ حرب، ولذلك ما كان في فشل، كان في توفيق تام وفي تنفيذ لأمر الله زي ما كان. نحن كلامنا هل أمر الله ده هو الكلمة النهائية؟ لا، ما الكلمة النهائية، أن الشريعة شرع شريعة إلى الماء أي فتح طريقا. الشريعة ما البحر، الشرع باب والحقيقة دار، ده المدخل على الدين، الشريعة المدخل على الدين، الدين اللي جوه، فهي دي بس الباب. عشان كده بنتكلم على المستوى ده ليوم الليلة. انت بتقول انه الفكرة دي مثالية او تديها وصف عنه في التطبيق، انت انا اول حاجة ما جينا للتطبيق لحد الان، احنا جينا للتطبيق في الافراد. احنا قلنا انه اي تغيير خارجي لابد يسبب تغيير داخلي. لو انت روحك دكتاتورية ومصلت وخاين انت ما حتطبق ديمقراطية ولا شيء. عالي الموضوع ده في الداخل، خلاص لما نتعالج في الداخل بتنفس الخارج، لانك تتكلم عن ديمقراطيه بتمشي تكسر دار الحزب الثاني وفضيحه بوترجيت معروفه الاشرف على امه من رئيس البلد وانت نازل، لانه اذا النزعه بتاعت الخيانه دي قايمه انت ما حتكون ديمقراطي وما حتكون اشتراكي. فنحن قلنا نعالج الموضوع من جذوره لنجيب مجتمع الكفايه والعدل، مجتمع السلام، لانه لا فاقد الشيء لا يعطيه، ولازم تحقق السلام وتحقق الديمقراطيه في داخلك وتكون انت اشتراكي عشان تقدر تنفذها في الخارج. نحن لحد الان ما اغنى عن الناس وبكل ادب قاعدين بعيد، ولذلك انت ما بتقدر تقول لنا والله كلامكم فكرتكم مخالفه للواقع، لكن كلمنا نحن. هل انا كجمهوري بعرف اني انا الليله ما زي امس، ما زي ما قبل اكون جمهوري، انا متحسن. هل الكلام ده ذاته عن الصلاه وعن كده كلام علمي؟ يا علمي، والكلام عن الله كلام علمي، كلام ده علمي، وزاته كلام الجمهوريين عن العلم، كلام عن الله في كثير من الأفكار الحديثة أو بعض الأفكار الأرضية بتقول إنه كلام عن الله ما علمي، إنه كلام عن إيمان وعن كده. الفكرة الجمهورية بتتكلم عن الله وعن كعلم، وخلاف الحقيقة ما علمي، لأنه ليس من العلم إنكار ما لا تعرف. يعني هسه أنا لو مشيت غريتنا وقلت لهم في حاجة اسمها الأكسجين في الجو بلدي، ما شفنا ولا شمينا ولا بنعرف، ما في أكسجين، ده ما علم. العلم أن تؤمن بما لا ترى. لك بقول لك هذا المعمل في درجة حرارة الحجرة، بنجيب أسد ونجيب حامض ونخلطهم مع بعض، وبعدين في جهاز كده في بيكر هنا وفي ماسورة وبنعمل كده، بعدين بنبل الأنبوبة دي كموية بنقلبها، بعدين بيحصل إزاحة بالغاز الطالع لحد خمس الأنبوبة دي، هذا الغاز اسمه الأكسجين، من ندلل على وجوده بنجيب شمعة بنحرقها، لما تتحرق الخمسة الغازات دي بتطفي. أنا اديتك تجربة عملية لموضوع نظري. كلام الأستاذ محمود عن الآثار، كلام عن الإسراء والمعراج، عن أن رجل مشى قابل الله، الموضوع اللي احنا منؤمنين به هو شافه، عشان كده قال أفتمارونه على ما يرى، ما كذب الفؤاد ما رأى. بعدين قال لك انت هذا الرجل جاب منهاج خدت لك في رجلك وانا في رجلي، الصلاه مع راجل عبدي الى ربي. قال الهايبوثيسيس ده
عندي انا وعندك، هو عنده هو محقق عمله، عمله كما يعمل اي شخص العمليه في البلاد، وقال لك انت امشي في الموضوع ده انت بتحقق. وده كلام الاصاله عند الاستاذ، كلام عن صلاه الاصاله، انك انت بتحقق وجود الله، والله ما خارجك، الله ما في الزمان والمكان. ودي قصه طويله جدا جدا وعلميه خالص خالص، وكان ممكن يحصل فيها تفصيل لو فيها اسئله. فنحن على اي حال اللي بنتكلم عنه لما نتكلم عن اشتراكيه، بنتكلم عن تأمين وسائل الإنتاج تمليكة للجماعة في صورة تعاونيات، تحديد حد أدنى للدخول ليحفظ الحياة الكريمة على كل مواطن، زيادة الإنتاج مصادر الإنتاج بكل أنواعه، عدالة في التوزيع بما يشبه سرعة اللحاق بين الحدود الدنيا والعليا، الحد الأدنى اللي بيحفظ الحياة الكريمة على أي إنسان يكون مكفول، الحد الأعلى ما يضاعف مضاعفات تخلق طبقة تستنكف أن تتعامل وتتزاوج مع طبقات الدنيا، كان يكون مثلا 7 أضعاف، تزيد الإنتاج مصادر الإنتاج وتعدل في التوزيع بسرعة لحاق، عشان الحد الأدنى تزيد الحد الأدنى بأقل والأدنى بأكثر إلى أن يساوي الناس في يفيض المال حتى لا يقبلوا حق. ده كلام علمي وموجود وممكن التطبيق. خلاص، الديمقراطية بنتكلم عن أنه الباب مفتوح لأي شخص، رجل، امرأة، أسود، أخضر، بيتكلم اللغة العربية ما بيتكلمها، مسيحي، يهودي، بوذي، وثني، ترشحوا صوتوا الناس اللي بيجيبوه يجيبوك السنة دي يغيروك السنة الجاية حسب ما يرى الشعب. ده كلام علمي وبسيط جدا جدا ما يزال بيفهم. المساواة بين الناس جميعا، رجل على مرأة على أخضر على أحمر على أي شكل، ناس مساوية. دي نظرية، النظرية دي ما بتطبق قبل ما الناس يقتنعوا بها، لما نقتنعوا بها بننفذوها. أي المشكلة في الموضوع ده؟ ما شايفنا في مشكلة ولا في عدم علمية في الحقيقة دي. العلمية ذاتها وكل تفاصيلها موجودة، ونحن كتبناها في كتب وفصلناها ونطلع نشرحها للناس. ولذلك احنا بنقدم فكرة علمية جدا جدا ومغنى جدا جدا، مغنى علينا نحن، وبدينا نمارسها وشعرنا بأنها بتغيرنا، وأنه نحن ديمقراطيين للآخر، ما بنكره زول الآخر، بنقول له حد ما يصل هو تجربة، أنه إذا ما اقتنع احنا نقنب بس نمارس موضوعنا ده نقنب. فنحن ما شايف أنه كلامك اللي كلمته عن اسلوبه في التفكير والتفكير نفسه بيختلف، ما بينطبق علينا احنا اصحاب فكره قايمه. التفكير ذاته بتقوفوا افات كثيره جدا جدا، الخوف، الرغبه والرهبه بتنحرك بالتفكير. كلامنا احنا عن طريقه النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق لتحرير الانسان، عشان فكره ما ينحرف بالرغبه والرهبه. والصلاه في الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمود منهاج في علم النفس ليحرر الفكر ويخليه ما منحرف. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استوي هنا ده، لأنه هنا في الله، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني ربي على صراط مستقيم. فإنت محتاج في الصلاة أن تكون في الصراط المستقيم. عشان كده الصلاة في الفكرة الجمهورية هي جلسة نفسية لتدرب الإنسان ليكون في هنا والآن، ما تعيش في الماضي ولا في المستقبل. هسه احنا نقول الله أكبر طوالي بطلع لك بيرك ما عملت سيرين للدوكيمنت، واسأل الجفتي اللي بأثناء الغداء بيمسح علي كلها وأنا ما عارف. مجرد ما انتهيت من الماضي ده ماشي، يقول مجرد ما أقول السلام عليكم حاضر بالتليفون لي عمر، بعدين أشوف أول حاجة نمشي عمل سير للدوكيمنت، وأنا هنا بقرأ في القرآن والله أحد والموضوع ده وركعت وسيرت السلام عليكم. دي ما صلاة. أستاذ محمود يتكلم على الصلاة كمنهاج علمي، كجلسة نفسية بتجنب، بتجيب الوضوء، بتغسل يديك ديل، وبتغسل مما أدخلن اليدين على القلب، وبتجي في الفم بتراجع الكلام اللي قلته سيء، هل انا بتلفظ بالفاظ نابئه، هل انا اتكلم في اعراض الاخرين ولا والى الاخر، باكل شنو حلال ولا حرام، لما ناكل الحلال ذاته باكل كثير ولا شويه، لما ناكل الحلال وشويه هل انا بحسن المط وبصغر اللغم زي النبي صلى الله عليه وسلم، لانه نحن هسه في الجوع بناكل زي الحيوان المنتر. الحيوان المنتر في الغابه داير ياكل بسرعه عشان النمر معي، لكن نحن ما جايين النمر، لازم ان شايلين حيوان جوانا يجيبك شويه وخلينا جعانين. ممنوع بلاتك، ممنوع منظور، صح ولا مصر؟ ففي ادب في الايه بتراجع في الوضوء، الان متكبر على هالقله ولا مخوار؟ دايم باستمرار يكون السنتر اوف ذا يونيفرس ولا انت زول مسترخي؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقولون انا عبد، اكل كما ياكل العبد، واجلس كما يجلس العبد. لما جاء واحد من العرب ارتجف امامه قال له هون عليك، انما انا من امراه بن قريش كانت تاكل القديم، وكان يرقع ثوبه ويقصف نعله ويحلب شاته ويردف على دابه. رجل زي ده انا بقدمه لنفسي وللاخرين عشان نجيب شخص ديمقراطي اشتراكي.
ده كلام علمي جدا جدا وقايم على موضوع بسيط في السايكولوجي وفي تحسين النفس البشرية وإخراج من دوامات الهيافية. بنحن نتكلم عن التفكير وعن أسلوب تنقية التفكير وعن أن التفكير يكون مبرمج ومفصل وعلمي بصورة لم يسبق بها مثيل في تاريخ الأديان ولا تاريخ البشرية. يعني كده اليهودي ليك بمسلم حتى نمشي بطريقة القوية؟ لا 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 أصل ما بيقني في يهودي بس ما تلاقي في الهاي ويده بستين أنا بستين كل زور يعني الصلاح للمسلمين بس؟ ها؟ الصلاح يكون للمسلمين إذا كان هو اختار. هسه أنت مثلا تعمل تفتح محل هنا للإكسرسايز تقول داري تلوز وتجينا هنا أنا ما داري هتجرني من يدي؟ خلاص يبقى لي ناسك أنت واحد من اللي يكونوا صحيحين يس الزول الداير إنه يكون يسلم ويكون ما عنده بطهر ومرض قلب وكده اللي يعمل إكسرسايز عندك صح ولا ما صح؟ لكن ما بتكرهني لكن ما بقول هسوي عامل لنا فيها بتاع إكسرسايز يعني هسوي ما بيجي يعمل إكسرسايز ما بيقدر تلوز وين؟ لا الفرق هنا بسيط يعني أنت لما تقول الصلاح مربوط بدين معين في الدين ده بمذهب معين باقي البوذيين والمسيحيين واليهود ده معناه ما يخشوا بالفهم العلماني البسيط ده لا 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 أنا بقول إذا أنا مثلا عندي نظرية علمية بقول أنا بقول تحضير الأكسجين في اللاب دي شغل يعني الناس التانية ما يحضروا أكسجين أصلي اللي بالطريقة دي اللي بيقدر يحضرها أهلا وسهلا يعني هل النظرية العلمية ترفض باعتبار أنه ما بياخد بها ما عنده فرصة؟ نعم ما عنده فرصة لكن الموضوع ده يتم بالإقناع. أنا عندي نظرية وثبتت أنها صحيحة وعارضة لك بالإحسان خلاص؟ أنا عملت حضرت الأكسجين في المعمل وقلت لك دي الطريقة العلمية لتحضير الأكسجين حتجي أنت بس تجدي ذات تحتاج تقول لي لا نص ولا بد يكون في طريقة تانية أوكي ورينا ليه إذا ما عندك غيرها يبقى أنت تستعمل. إذا جاء البوزي قال الموضوع بتاع الإسلام ده كله جهاد ساي ونحن بنقدم نموذج بوزي لتربية الأخلاق وهدي نمازجنا وأغنعونا نمشي نبقى بوزيين. لكن أنت ما بتمنع الزول الصح على افتراض أنه ليه أنت تتبنى الصح؟ أنا متبنيه ولا أنا بفتكر أنه صح. أنت أقنعني بأنه غلط أو قدم لي صح عندك أنا أسيب اللي عندي ومش عليك. معقولة كده؟ تمام؟ أسئلة. عايزين بريك يا شباب؟ ندرس سؤال دقيقة بالله يا شباب بالله دقيقة يا شباب صلاح دقيقة يلا سؤال تفضل الحقيقة بس سؤال أنا عارف نفسي وعارف أهلي وعارف المحاضرة اسمي عصام بشير شكور الحقيقة جاي من مونتريه الأخ عصام هو رئيس الجالية في البي إيري في البي إيري وجيل عشان أحضر المحاضرة معكم وقلوكم بسحالكم الحقيقة سؤالي كالآل تعليق بسيط كالآل الأخ الدكتور أحمد ذكر الآيات بتاعت بتاعت السيف وذكرت برضو كمان الحركة بتاعت الأخوان المسلمين وكذا. أنا شايف أنك أنت التفاسير بتاعتك اللي عملتها لي عملتها بدون المشي الكونتست بتاعك كلها أنت خرجت من الكونتست يعني أنت شرحت الآيات اللي بيها بدون ما تشرح أسباب النزول والمعروف في القرآن كل آية جاءت معها أسباب النزول يعني حتى المعارك بتاعت الخندق وخيبر وبني قريظة وبني نخاع كلهم لهم سبب بتاع النزول يعني القرآن ده بس ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لك تجوب ذم زي ما داعي الجرمان ده نمرة واحد نمرة اثنين بالنسبة للأخوان المسلمين وحركتهم ذاتها الأخوان المسلمين حركة تحررية يعني في البداية كانت حركة تحررية لحد ما اختلفوا مع جمال عبد الناصر وصار الضرب والحركات بتاعتهم دي تاريخ احنا كلنا عرفناه. الاخوان المسلمين ربما كانوا اخف من ناس السعودية دي بيسموهم الوهابية كلنا ما بنعرف ان احنا الوهابية دي كيف داموا يعني انا عشت في السعودية حوالي 7-8 سنوات وعرفت أنهم لما الحركة بتاعت الوهابية اللي قامت كانت يعني لدرجة أنه تحلق للنساء رؤوسهم ما في حد قال بالكلام يعني وبعدين يعني حاجات كثيرة كانت تحصل الحركة ضد
طب الحاجة الوهابية دي عملوها أفظع وأكثر مما عمله أي حد هنا. والله حركات القتل وكده. أنا بقول شنو؟ بقول داعش دي حركة إرهابية ما ارتبط بالقرآن ولا لها صلة بالمسلمين. وأنا أريد السبب شنو؟ لأنه في كل الديانات المسيحية واليهودية والدين الإسلامي حركات إرهابية. وأنا بذكر لك السي بالذات يعني اليهود قبل التحرير بتاع فلسطين ده دخولهم إسرائيل كانوا حركة إرهابية في العالم. قتلوا السفير الفرنسي في سنة 33 ومشكلة كمان دمروا الخطوط بتاعت السكة حديد ودي معروفة في التاريخ. يعني كانت الحركات الإرهابية موجودة وأفظع وأسوأ من داعش. الشيء الثاني برضو كمان الحركات الإرهابية في الدين المسيحي ولازم نشوفها. هسه في التلفزيون بتاعنا ده هنا بنشوف كيف الكي كي كي وبعدين بنشوف كيف الحركات الإرهابية الدينية الحاصلة يعني وفي القتل البلاك وجابوهم من برا ومسألة الترخيص والحاجات يعني دي كلها معروفة في الهيستوري. فداعش هذه قوموها ناس لا قوموها أخوان مسلمين وإن كان الأخوان المسلمين طبعا نحن ما نختلف يعني في نوع من الإرهاب حصل بالذات في مصر ويعني حتى نحن عندنا في السودان الناس طريق يعني سيخ وكلام كثير ده معروف كان في الجامعات. وحتى أنا درست في باكستان ما في سيخ في رصاص بيقتلوا بالرصاص الحياة دي معروفة. لكن هل هذا سبب على أساس أنه مرتبطة بالحركات الحاصلة هذه؟ لا. داعش قامت من السعودية وقوموها ناس السعوديين على أساس يواجهوا بها الشيعة زي ما قامت كمان من الحركة بتاعت حماس قامت من هنا وقامت كمان من جامعة بوردن. كلنا بنعرف المسألة دي يعني الناس الأوائل الحماس عملتهم قاموا من جامعة بوردن هنا في كولورادو. الكلام ده بالضبط كان في السبعينيات شنو وكانوا يعني ناس يعني دمع. أنا بقول لك شنو المسألة دي سياسية مرتبطة ارتباط تام بأنه زي ما قامت الحركة الاستشراقية في بداية العام 1900 السابق قتلت يعني قام السلطان عبد الحميد وسحته وجابت كمال أتاتورك وعلم أنه الإسلام. عشان كده قامت الحركات دي التحررية دي في العالم وكان منها نتائج بتاع الأخوان المسلمين. فأسا نحن عندنا حركات تحررية في الوطن العربي وعندنا تحركات تحررية في العالم الإسلامي كل اللي عندنا أنه قروش فلوس سايبة وشباب يعني ما عارفين يوجهوا نفسهم لوين وحركت منها الحركة بتاع داعش هذه. وبعدين الروح بتاع المحاضرة دي أنه نحن كيف نحفظ أولادنا المسألة دي. أنا عندي أولاد برضو كبار في السن متخرجين من الجامعات برضو ممكن يقول لك بابا this is wrong this is not impossible ده ما تعرف إيه. كل يوم بنتناقش في المسألة دي لما نيجي نقعد في البيت هذه زوجتي أسألوها. فأنا بقول شنو خلونا نتكلم على أساس أنه نحفظ أولادنا من المسائل دي الحالية الحاصلة. الشيء اللي أنا عرفته أنه السحالية في السودان انت اسي ذكرت 30 طالب المشو لداعش ده ناس كثيرة خايفة على أولادها. دي ما مسألة اختلافات اللي احنا نختلفها عشان انا اخ مسلم وانا وما تعرف نحن دي بدت حقيقة يعني دي حقيقة تمسنا نحن في كل بيت. انا خايف انت خايف كلنا خايفين على أولادنا. المسألة دي حقوا ناخذها من الملخص هذا. طيب نحن عشان نحافظ على أولادنا مطلبك الأخير ده ولا بد إذا كان إحنا ما عملنا تشخيص للمرض ما نقدر نعالجه. يعني التشخيص شيء أساسي في المرض. أنت بديت قلت إنه الكلام اللي أنا استعملته هسه الآيات دي ما عارف أسباب نزوله وكده بيكون كان أحسن لو أنت كلمتني بأسباب نزوله شنو مثلا. أنا عارف أسباب نزوله وعارف عفوا أنا ما قلت معاني أنا قلت بس ما تأخذها أوت أوف كونتكست. أدينا الكونتكست الفرصة عندك الحين وريني الكونتكست بتاعي.
أنا بعرف بعض الخندق مثلا. نعم. كويس الخندق دي قدر فيها 700 نفر. نعم. حادثة الخندق دي. طيب. وبعدين طبعا كانت معاهدة بين اليهود بين المسيحيين واليهود بتاع المدينة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم على أساس إنه يمسك المنطقة الشرقية من المدينة. طيب. طيب على حسب أنا صراحة. طيب. منطقة في الدين ده بقراه على أساس إنه ليس المل اتجاهنا زي المهندس. لكن عشان ترد على الأوراق يا شيخ. ما أنا بكلمك حاجة. إذا الخندق هذي الشيء اللي أنا عارفه بالضبط إنه الجماعة دي فتحوا للمشركين الدخول بيجي حتى. طيب جدا. كويس. ودي وهم أخلوا بالاتفاقية. يعني زي ما بين بينك ده يكون في اتفاقية وأنا أخلي بيها. صحيح. طيب وايد بدون ترس. أخذ ما صار. فأخلوا بالاتفاقية. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غلبة له كانت الغلبة وبعد ما له الغلبة كمان حكم عليهم واحد منهم ما متأكد لا أنا متأكد منه بقول لي خلاص قول هو الحكم بغلبة هذه واحدة أما بقصير القصة قناة النقاع وخيبر والآيات المذكورة في سورة الحشد دي كلها رب الله الباب نزول أنت عارف يوم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وضربوا بالحج فكل آية لها نزول لها سبب والسبب هو الإشراح هذا الكلام اللي بقوله لكن أنا ما أدرك ما عارف العفو يعني طيب جدا لا ممكن أنا أقول ما عارف بس أنت تذكرني بها لكن أنا بقول لك هسه بعيد عليك الكلام أسباب النزول متغير في الحقيقة بتاعت الكلام أنه في نهاية وأنا ممكن أرأي معاك إذا كان في مراجعة لكن أنا بقول لك حاجة أنت هسه قلت الموضوع ده ما متأكد منه كده وكده حتى أنت لأنه أنت هسه مواجهك حاجة